أزول أيتما أسماء، معكم حبيبتكم دهية اللي حبكم قد الدنيا. إلا كنتي ما تعرفينيش ولا جامي شفتني مقبل وهذا فيديو أول مرة لك تشوفه، نحب نعرفك على نفسي. الحاجة الأولى، أنا معروفة في مواقع التواصل الاجتماعي بالاسم تاع دهية، دهية بيوتي، في اليوتيوب، في الانستغرام، في فيسبوك، بارتو معروفة بدهية بيوتي. واسم تاعي الحقيقي هو أحلام. الناس اللي فان تاعي تاع اللي تابعوني من بكري، فولورز تاعي اللي تابعوني من بكري، كاع يعرفوا بلي الاسم الحقيقي تاعي احلام واسم الشهره دي هي بيوتي. اذا ما كنتش تعرفني، انا شوف انسانه كشغل بديت من والو، بديت من تحت الزيرو. قدرت اني ندير مارك ديبوزي براند، يعني علامه تجاريه مسجله. قدرت اني ندخل في عالم كبير عليا بزاف، دخلي فيه غير الناس اللي بوكو حله. المهم دخلت في برودكسيون دي برودوي كوزميتيك ودرت براند باسمي، درت لي برودوي، صنعت حاجه، صنعت اسم ليا، قدمت منتوجات لي الحمد لله تلقات اعجاب بزاف 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 ناس. وتانيك عندي 4 سنين هنا ملي راني في اليوتيوب. بزاف ناس في اليوتيوب قالوا لي دي هي كيفاش قدرتي ديري ماركة تاعك، كيفاش لميتي راس المال، شحال الاجراءات الاداريه اللي تفتي عليهم، من جبتي اللوكال، من جبتي لي ماشين، من جبتي هادي، من جبتي هادي. سي نورمال، علاش سقساوني هاد الاسئله؟ لانه حنا بطبيعه تاعنا كل واحد فينا ولا كل وحده فينا تحب تكون عندها ماركه تاعها، تحب دير اسم لروحها، تحب تشيع، تحب يدير بروجي، حبي هكا يكون عنده براند. شكون اللي فينا ما يحبش انه يكون عنده مشروع ناجح؟ اليوم هذا الفيديو جيت نرد على كامل الاسئله تاعكم، من اصغر سؤال لاكبر سؤال. ونتمنى ان شاء الله بربي هذا الفيديو يفيد بزاف 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 ناس، لانه عبالي كامل محتاجينه. اليوم راح نناقش معكم الامور الاداريه، وراح نناقش معكم امور شخصيه، ونعطيكم نصائح اللي ما لازمش عليكم، غلطات اللي ما لازمش عليكم تطيحوا فيها، وشما صوالح اللي لازم عليكم تصبروا فيها. المهم راح نعطيكم بالتفصيل. بصح انا راني نحارب في 4 سنين وانا كومباتي، معناها هذا الفيديو اكيد ما راح يجي في 10 دقائق ولا 20 دقيقه، ممكن يوصل حتى نص ساعه، الله غالب، باسكو عندي بزاف صوالح نقولها لكم، ماشي خدمه تاع 4 سنين نجي نقولها في 10 دقائق. المهم قبل ما نحب نبدا في هذا الفيديو ونعطيكم كاع صوالح اللي تحتاجوها، لازم نفكركم بحاجه مهمه، واللي هي قبل 4 سنين من 2014 راني نجبد انايا. اول فيديو درته في القناه تاعي كان يحكي للجميع، بصح ثاني فيديو درته في القناه تاعي هو اني كنت حابه نشجع الناس اللي راهم يشوفوا فيا باش يديروا اليد في اليد، كنت حابه نشجع الناس اللي راهم يشجعوا فيا باش يديروا حاجه في حياتهم يفرحوا بها. بصح شغل هذاك الوقت انا كشغل هذاك كنت خرجت من الجامعه، كشغل ما عندي والو، ما دايره والو في حياتي، كشغل هذاك كنت رديت سما، كشغل حسيت روحي بلي انا راني ناقصه، ما تقدش تقدم نصيحه لانسان وانت ما داير والو في حياتك. سما لازم هاد الصوالح تبروفيهم، كان لازم عليا نبروفي لكم بلي انايا هاد الصوالح اللي نهضر لكم عليهم تقدوا ديروهم، وتقدوا ديروهم من الزيرو. لانه اذا انا قديت ندير، معناها انت ولا انت اللي راكي تشوفي فيها تقدوا ديرو. واليوم جيت نوفي بالوعد تاعي وجيت نكمل المهمه تاعي في اليوتيوب، لانه هذه هي المهمه تاعي في اليوتيوب بالنسبه لي انايا، وهذا هو الهدف تاعي، اني نشجعكم انكم ديروا حاجه في حياتكم. المهم حاجة الاولى، كيفاش ندير براند، كيفاش تكون عندي ماركه مسجله عند الدوله ومحميه من طرف الدوله. حاجه الاولى اللي لازم عليك نقولها قبل ما تروح تخمم دير ماركه، باسكو كاع الناس يبغوا يديروا ماركه، سيرتو دركا كي راهم كاينين في وسائل الاجتماعيه، كاين اليوتيوبر داير ماركه، كاين ناس مشهورين داير ماركه، كاع الشعب يحوس يدير ماركه. بصح النصيحه الاولى اللي لازم عليك تعرفها، ما لازمش عليك تعاند، ماشي فلان ولا فلانه ولا علان ولا علانه داروا حاجه معناها انت تروح تعاندهم ودير كيفهم. الحاجه الاولى والاساسيه والاهم من كاع الصوالح اللي غادي نحكي لكم عليها دركا، هي انك لازم تعرف نتايا ولا انتي اللي كتشوفي فيها واش هي اكثر حاجه تحبها، واش هي اكثر حاجه اللي كتخدم فيها. لو بغات تخدم فيها 50 عام راح توجور ما جامي ما راح تمل منها، مهما تعبت، مهما طلعت، مهما طحت، راح تاجو دائما الشغف تاعك يبقى كبير لهذيك الحاجه. كاين بزاف ناس، كاين اللي يقول لك انا باغي نكون اونتربرونور، كاين اللي يقول لك انا باغي ندير خياطه، كاين اللي باغي يقول لك انا نحل صالون، كاين اللي باغي يقول لك انايا باغي نصنع الكوزميتيك، كاين اللي يقول كل واحد شراه باغي فيكم. المهم انك تخير الحاجه اللي تبغيها، ماشي تعاند فلان ولا تعاند واحد اخر. كملنا من هذه النقطه، النقطه الزوجه هي كيفاش دي سيبو انا لقيت الفكره تاعي، لقيت الحاجه اللي نحبها، راني باغي نافونسي، كيفاش نروح نسجلها عند الدوله. كاين حاجه يسموها اينابي، هاد الاينابي هي اللي تحميلك
الماركه تاعك هي شغل حمايه الملكيه الفكريه. سواء كان عندك اي حاجه ملكيه فكريه تبغي تحميها تروح عند الانابي وتسقسيهم. راك تشوف فيها دركا ولا كتشوفي فيها تقولي لي وين جايه هذا الانابي؟ ما غاديش انا في كل ولايه 48 ولايه الله يبارك نقعد نقول لكم كل وحده وين جايه. بصح هي جهويه، اش معناها؟ معناها الغرب عندهم انابي، الوسط عندهم انابي وحده، والشرق عندهم وحده. انت اش راح دير؟ راح تروح في جوجل شوف الولايه تاعك، كتب انابي وكتب الولايه تاعك، راح تخرج لك واش من جهه تابعه لها الانابي تاعك. راح تلقى فيها النيميرو تليفون، راح تلقى فيها رقم هاتف. واش راح دير؟ راح ترفد هذاك رقم الهاتف وتتصل بهم وتشرح لهم، تقول لهم انا من الولايه الفلانيه وراني حاب نسجل ماركه، اسكو سجل عندكم ولا كاين بلاصه اخرى نسجل فيها؟ نورمالمون كيما هكا باش انا نعطيكم معلومات تحتاجوها، راني فريت هليت فيكم عبالكم. شوفوا صوالح اللي راني نقولهم لكم هنا اقسم لكم بالله ما كان واحد يقولهم، باسكو الناس كاع كي تنجح في حياتها تبغى صايك شغل تنسى، ما كانش واحد يقول لك كيفاش تنجح في الدنيا هذه. الحاجه الاولى اللي لازم لك تعلمها بلي كاع الناس يبغوك تكون غايه، بصح حتى واحد ما يبغيك تكون خير منه ابارموك وبوك اللي يتمنوا لك تكون خير منهم. وانا هذه المعلومات راني نقولهم لكم لانه انا انسانه ما يهمني دراهم، ما يهمني شهره، ما يهمني والو. انا الهدف تاعي هدف انساني، شايفي كيف؟ باسكو كاع غادي تدينا الموت. سما انا الهدف تاعي انساني، بديته ملي ما كان عندي والو، ونهار اللي ثبت نفسي ودرت اسم روحي ودرت حياتي كيما نقول لكم درت كارير، جيت باش نقول لكم كيفاش نجحوا كيما نجحت انا. المهم تروح عند الانابي، الانابي راح يقولوا لك راح يطلبوا منك بعض الاوراق الاداريه. واحده شوف راح يطلبوا منك زوج صوالح. الحاجه الاولى انهم يطلبوا منك اوراق اداريه، ولما تجيب لهم هذيك الاوراق الاداريه شي يقولوا لك دير غوشيرش، يعني دير بحث. انت يا عندك ماركه معينه في راسك، اسم معين في راسك، ماشي تروح ديرك تسجله، لا لازم عليك دير ريشيرش. هاد ريشيرش يقعد واحد 72 ساعه هكا، فريمون ماشي حاجه كبيره. هاد ريشيرش واش فيه؟ حاجه الاولى شغل يقولوا لك اسكو كاينين ناس اخرين دايرين هذا الاسم اللي تحوس عليه. باسكو مثلا انا يا نبغي ندير اسم فلاني، بايز ديري اسم معين، قد يكون قبلك، سما انت ما غاديش تقدي ديريه، سما شو غادي تضيع دراهمك باطل وتضيعي وقتك باطل. اللهم من بديه دير الريشيرش تاعك باه تشوف الى ذاك الاسم كاين، معناها روح بدله، روح حوس على اسم اخر، والا ما كاش فيها خير وكمل في الاجراءات. دركا انت يا درت الريشيرش تاعك وراك حوست عليه وهذاك الاسم تاعك ما تلاقيتوش وسي بون، دركا راك باغي تسجله. وحده من الاوراق الاداريه اللي طلبوها منك هو السجل التجاري. السجل التجاري مهم بزاف بزاف بزاف. ما تبقاش دير اي حاجه في الدنيا هذه في الكوميرس ولا في حاجه غيرها بلا ما يكون عندك سجل تجاري. دركا كيفاش دي هي انا ندير سجل تجاري؟ باش دير السجل التجاري تروح عند مؤسسه خاصه للسجل التجاري، وفي كل ولايه كاينه، يعني كاينين بارتو، هذه ماشي كيما انابي. كي تروح عند السجل التجاري غادي يسقسوك يقول لك واش من اكتيفيتي انت راك حاب ديرها، صح؟ دوكا كل واحد فيكم شوفوا باغ اكزومبل اللي عنده روجيست كوميرس تاع اليمونطاسيون ماشي كيما اللي عنده روجيست كوميرس تاع واحد يخدم الدواء، شايفين كيفاه؟ تما ماشي كيف كيف، يعني الاجراءات اللي غادي ياخذها واحد اليمونطاسيون ماشي ياخذها الاخر. بزاف ناس سقساوني دي هي هل لازم تكون عندي شهاده معينه؟ دوكا هادي على حسب لاكتيفيتي تاعك. دوكا انت اش راك باغي تخير؟ اليمونطاسيون محتاج شهاده، اي انسان يقدر يحل اليمونطاسيون، بس حاجات زوج صوالح مهمين لازم عليك تعرفها. لازم يكون عندك لوكال، يا تكون كاري يا يكون ملكك، يا بوك باغ اكزومبل ولا موك ولا واحد من لافامي تاعك يدير الورقه بلي راه كاري لك تحطها في هذاك السجل التجاري. راكم شايفين كيفاه؟ سما حاجه مهمه لازم يكون عندك لوكال. دركا راكي تشوفي فيا تقولي لي دي هي انا راني باغي نخدم في دارنا، روحي سقسيهم، انا ما رانيش سجلتي، انا ماشي مؤسسه تاع السجل التجاري، روحي سقسيهم. باسكو انا ساسبو نقول لك حاجه تتبدل القوانين مور هذا الفيديو، غادي هذا الفيديو قعد عام عامين ثلاث سنين مانيش عارفه انا، ساسبو تتبدل القوانين. سقسي اللي سقسي واللي عنده لسانه جامي توه، ما راحش توه لو كان تسقسي، وما راك خاسر والو كان تسقسي، الهضره هي باطل. سما روح عندهم سقسيهم قال انا راني باغي ندير هاد كسموها باغي ندير النشاط تاعي في دارنا، اسكو نقد ولا ما نقدش؟ الا قالوا لك ما تقدش دير في داركم قولوا لهم كيش، عطوني حل بديل، واش تريع ليا؟ هذه كلمه مهمه لازم عليك تحفظها، واش تريع ليا؟ شايفين كيفاه؟ حاجه واحده اخرى علاش ندير لك هذه تاع حشاني ايوا بس نكملكم حاجه واحده اخرى الشهاده. دركا كما قلت لكم واحد يحل اليمونطاسيون ما لازمش تكون عندها شهاده، بصح واحد باغي يدير شركه اللي تصنع الادويه تحتاج شهاده. شوفوا الشهاده هذه فيها زوج صوالح،
الا انت كانت عندك شهاده خير وما فعل صافي بليزير راك هنيت روحك، الا ما كانش عندك شهاده اش تروح دير؟ لازم تخدم واحد معاك تكون عنده الشهاده في الاختصاص اللي راح نتايا ديره. اش معناها؟ باي اكزوم نتايا راه عندك شركه اللي تصنع الادويه، انت ما عندكش بروجي، عندك دراهم وانت شغف تاعك وتحب تساعد الناس، بصح الغالب بالك ربي ما قدركش هكا تقرا جمعت دراهم في الدنيا. اش معناها؟ معناها لازم عليك تخدم واحد عندك يكون عنده الشهاده في هذاك الدومين وتحطها في الجوز كوميرس تاعك. وكي تكون عندك شهاده هذاك الانسان لازم عليك تعرف بلي لازم تروح عند الضمان الاجتماعي كاسنوس، ولازم تكون مسوريه، لازم تسوريه. وين جايه الكاسنوس؟ حبوكم مش اي حاجه انا نقولها لكم بايزوم كاسنوس ولا عساكي ماكا، انا مانيش ساكنه في كامل الولايات، ما قدش نقول لكم في كل ولايه وجايه كاسنوس، بصح سقسي اللي سقسي ما يتوهش كما قلنا. المهم غادي تروح تحطها كيما هكا، سما سجل تجاري بهذا لازم يكون عندك كسموه، لازم يكون عندك يا اما شهاده على حسب الاختصاص اللي راح ديره، يكون عندك مقر محل تجاري، ولا على حسب تانيك الاختصاص اللي راح ديره سوسيتي. بايزوم واحد باغي يدير شركه ماشي كيما واحد باغي يدير مؤسسه، اللي باغي يدير مؤسسه ماشي كيما كيقولوا لها هذيك فيزيك، كيقولها فيزيك بالعربيه بيرسون فيزيك يقولها بالعربيه فيزيائي شخص معنوي. مهم بيرسون فيزيك ماشي كيما لا سوسيتي ماشي كيما شركه، شايفين كيفاه؟ تسمى هاد الصوالح على حساب روح عندهم وسقسيهم، راك خاسر والو كون سقسيهم. المهم ايه، ولازم تكون عندك راس مال. دركا انت كي تروح على عندنا اس فيزيائي راه عندهم مسقسيهم ثم هما بصح عبالي اكثريه تاع الناس اللي راهم يشوفوا فيا بالك 90% من الناس اللي تشوفوا فيا شون باينه بلي راس مال تاعها صغير. شوفوا ما تخافوش، حتى لو ما كانش عندك زيرو، ما كان عندك ولا دو 1000 ما عندكش باش تشري حبه شيكولا ولا حبه مسكه، ما تخافيش راح ندير لكم كاع كيفاش تلموا راس مال وكيفاش تبداو كيما انا بديت وكيفاش ديروا ان شاء الله ربي كيفي وبالك خير مني. وشاو على هاش نهار اللي دير حاجه كيما هكا ما تنساش تشكر دي هي، قال ميرسي دي هي درتينا فيديو كيما هكا باسكو شغل ميرسي ما درت ما ردت، بصح شغل زيد في البنادم شغل زيد فيها كنحس بالفرحه نفرح لكم على الاقل. فالمهم هذه هي من ناحيه تاع سجل تجاري. وكان وثاني طيفو طلبوا منك ديكلاري شيف دافير تاعك يعني رقم الاعمال تاعك اش عندك دراهم ولا عفصه. المهم هذه الامور راح تسقسيها. شوفوا لازم من نوصيكم حاجه، نقولوا تاعي صيبو رحت عند سجل تجاري سقسيتهم درت كاع سؤالك بص ايه هذيك نقطه حمراء مازالها تضوي طبعاً هذا في سيري زعما انا ايش ما قدش نكون سيري اكثر من ثاني فور الميكرو صوت ري سماك لا نورمال عيد دوك فهمكم نتوما نقولوا باغ اكزوم صاي راك دوكا درت لو جيست كوميرس تاعك وكل شيء كاين حاجه تفكر تفكر ذي ذي تعبير علي ما قد شكو سيري البروبلم انا كيفو تقيد ضحكة زي ما انا كنت سيرني مزيه كاين حاجة اسمها مونتاج دك لك عاد ضحك صحيح يا سيبو لا ما عليش دوك من صحيح دي الكنترولي تحتي المهم ما نبكيش كيف كنت في الرجل سكون بس هكا سيب ورانا خليها خليها نقاي تجيك حياتها تجيك حياتها قولوا تايا سيبو راك درت سجل تجاري. شوفوا كاين حاجة مهمة بزاف ناس ما عبالهمش بيها، باللي أنا وحدة من الناس كنت حاسبة باللي السجل التجاري عندهم علاقة مع لي زامبو، معناها كي غادي هاي ربي ما قديتش لا لا وي كملي كملي دير شالي لا ديك اللقطه تاع يدير دروك زعما وي ما سويتش
المهم نقولوا انت يا درت السجل التجاري تاعك. يا ربي ضمطة الصاصورة. ارجع شوف شوية دوكا راك شوف يا هرتك. انا مو شربتي انا نجرب شوفي كمان صح هذه البوز وانا عندي بوز. لا صح حبس الفيديو باسكو ندخل فيديو جديد وصاي ندخل فيديو جديد. نقولوا انت يا سيبو راك درت السجل التجاري تاعك وربي يوفقك الحمد لله هذه حاجه تفرح منها. دوكا واش شوفوا كاين بزاف ناس يديروا غلطه انهم لما يديروا السجل التجاري شي يحسبوا بلي ديريكت راح يتسجلوا عند لي زامبو حتى من بعد كي يروحوا يسقسوا في لي زامبو. هذه غلطه كبيره. لازم اللي قبل ما توصل 3 اشهر تروح دير ديكلاراسيون ديكزيستونس عند لي زامبو تاعك تدري جوست كوميرس وتروح عند لي زامبو دير ديكلاراسيون تاعك ويعطوها لك. وتما كي تروح عند لي زامبو تاعك فقول لهم يفهموك كيفاش تدفع الضريبه تاعك صح. هما يفهموك يعني اي سؤال عندك كبير ولا صغير سقسيه لهم ما تحشوش منهم. علاش؟ باسكو لي زامبو حاجه مهمه بالبزاف لازم عليك تدفع لي زامبو تاعك. حاجه واحده اخرى بزاف مهمه كي دير جوست كوميرس موراها تروح عند لي زامبو ديريكت دير ديكلاراسيون ديكزيستونس وتسقسيهم. حاجه واحده اخرى اللي هي كاس نص عبالكم باللي كل ما تروحش دير ضمان اجتماعي تاعك واللي شوف بايزوم تايا درته لبغاتي تبقى لك غير نهار باه يدخل لك العام الجديد يحسبوه عليك داك العام. سما اللي يقلك من مورا لي زامبو تروح دير تاع الكاس نص اللي هي الضمان الاجتماعي تروح تقول لهم باللي انا راني باغي سوري روحي. شوفوا بزاف ناس حاسبين باللي اللي يخدموا عند رواحهم ما عندهمش اسيرونس ما يدوش رونتريت وهذه غلطه كبيره بالبزاف. اي انسان يقدر يسوري روحه ويقدر مر 30 عام ولا مش عارف القانون شي يقول خاطر القانون يتبدل مش عارف شحال نهضر بشويه حكايه سيفري راهم يعطوني رومارك اللي راهم معايا قولوا لي اللي راهم معايا ما بزاف غير واحد راه يعطيني رومارك بلي دي هي هضري بشويه شغل نهضر ثقيل ماشي بزاف ناس يفهموني كي يكون نهضر بخف. بصح الله غالب انا باه ما يجيش الفيديو طويل بزاف دائما تلقاوني نهضر بخف كشغل نجري في الهضره. تروح عند كسموه تروح عند الكاس نوص الضمان الاجتماعي تسوري روحك وتسوري الخدامه اللي راهم معاك سيبو. دركا من الناحيه الاداريه راك هاني درت السجل التجاري تاعك رحت عند لي زامبو تصفي روحك رحت عند الكاس نوص عاود رجع عند الانابي صح. ها لا ها تخرج صحيح تروح تقعد غادي خرج ما يحبش والله واه ترجع للإنابي تقول لهم سيبو انا راني درت السجل التجاري تاعي واش لازم عليا باش نسجل لا مارك تاعي. شوفوا في الانابي راح يعطوك بزاف صوالح بصح انايا راني نحكي لكم على صوالح المهمين. بايزوم وحده من الصوالح اللي لازم تخرجها هي النيف. بصح النيف ماهيش حاجه كبيره غادي تروح لديك البلاصه مش عاقل عليها كسموها ثاني تعطيهم جوست كوبرس تاعك تعطيهم الاوراق اللي مستحقينها ويخرجوا لك ديك الورقه. دركا كيما قلت لكم سيبو هذه هما الاجراءات اللي تحتاجوها باه ديروا البروجي تاعكم. دركا كل واحد وكيفاه. دركا كاين شي ناس يحطوا اوتوريزاسيون دو برودكسيون لشي صوالح لحاجه تخدم حاجه كيميائيه ولا حفصه اللي فيها صوالح كيميائيين ولا تخدم حاجه تاع ماكله ولا لازم لك اوتوريزاسيون دو برودكسيون. هذه حاجه مهمه بالبزاف سما ماشي غير روح وصنع وشايفين كيفاه. هذه حاجه مهمه بالبزاف. هادو هما اكثريه الاجراءات اللي تحتاجوهم يعني واحد خمس اجراءات ولا خمسه ولا سته اجراءات اللي تحتاجوهم. شوفوا الا كاين عندكم اسئله ارجوكم حبوكم انا حاكم الوالده راني نحاول فيكم خاوتي ما تروحوش للانستغرام تاعي ما تروحوش عندي للخاص كش مشيت جو عندي بريفيت كنتو تسقسو فيا باسكو الله يبارك. تخيلوا هاد الفيديو لا ما تفرجاش الا ما تفرجاش غادي تفرج بالك 100000 واحد. انا 100000 واحد كل واحد نعطيها دقيقه راه عندي 100000 دقيقه. 100000 دقيقه قسموهاش على اللي قال لي 5 سنين غير باه نرد على كل واحد فيكم يعطيني سؤال اللي قال لي 5 سنين باش نرد عليكم كامل. شاولا شديروا انا غادي نرد على كاع الاسئله تاعكم ما يهمش شاولا السؤال تاعك غادي نرد عليك. شديروا كتبوهم لي تحت في التعليقات كم شايفين كيفاه روحوا تحت في التعليق كتبوهم لي ولا غادي نرد عليكم ندير لكم لايف في الانستغرام لاني خصصت هذه القناه. هذه القناه غادي تولي خصيصا باه نساعدكم باه ديروا البروجي تاعكم وباه نعطيكم كاع النصائح اللي راح تحتاجوها صح. في الانستغرام تاعي اللي هو دي هي بيوتي غادي تلقاوه هنايا نكتبها لكم كي هو كي الفيسبوك تاعي كي لاباج فيسبوك. وكي تروحوا الانستغرام تاعي ماشي تروحوا لي الخاص حبوكم باسكو علاش تيمو راهم عندي لي ميساج بزاف راني دايره ادمن وادمن تاعي مسكينه انسانه ما تعرفش انسانه بسيطه. تما كتبوا لي في التعليقات انا في الانستغرام غادي دائما نحط لكم بوست كيما هكا التصويره تاعي وتحتها كتبه ثم اقرا دوك الكتبه. ديك الكتبه غادي نقول لكم فيها باللي اللي عنده سؤال يسالها لي كي تسالوك لي انا شندير نجي ندير فيديو
هذاك الفيديو رد عليكم كاع كيما درتو، ماشي كنا قاعد نرد على واحد، كنا قاعد نرد بالواحد غير الهضره هي وقاعد نعاود فيها 1000 خطره 100000 خطره. بصح شهواله كي نرد في فيديو واحد نختصر على روحي الوقت ومنها كاع الناس تستفاد. المهم ما تنساوش تتابعوني في السوشيال ميديا تاعي، الانستغرام لا باج فيسبوك تاعي، وفي اليوتيوب ما تنساوش ديري ابوني، يعني كيما انا راني ندير لكم كوراج نشجع فيكم باش ديروا بروجي تاعكم، شجعونا على الاقل بابوني حوجي انا كلع قلبي غير بهذه تحبوا لي بلي نهرا. المهم دركا غادي تجي في القصه تاع راس المال. راس المال دي انا يا اختي انا يلا غالب عليا انا ايتيديونت، ولا انا وحده قاعده في الدار لا غالب عليا، ولا واحد يقول لك دي انا مانيش خدام كيفاش ندير راس المال. هذه نقطه مهمه بزاف. النقطه اللي موراها دي هي صح انا راني درت راس المال كيما قلتي لي ودات كاع هاد الصوالح، دي هي انا كيفاش نسوق المنتوجات تاعي، باسكو التسويق حاجه مهمه، قد يكون عندك 10 لايف في الكونت تاعك ودير وكل ما تعرفش كيف تسوق المنتجات تقعد تفرش فيهم تاكلهم غير نتايا جاي في كيف. شوفوا انا يا راني مستعده نوريلكم ندير لكم مجموعه تاع فيديوهات كيفاش دير راس المال، كون نقول لكم مش عارف والله ما غادي تامنوا من 1000 دينار جزائري اللي هي 100 بالدارجه تاعنا طورو هذاك تقدر دير به راس المال. شوفي كيف. بصح شاولا غادي نعطيكم شويه نصائح هنا في هذا الفيديو قبل ما ندير لكم فيديوهات اخرين. بصاوش كل واحد فيكم يقول لي كيفاش واش هو الحاجه اللي راح يديرها، اكتيفيتي اللي راح يديرها باش في الفيديو الجاي ان شاء الله بربي نعطيكم نصائح على حساب التعليقات تاعكم كيفاش دير راس المال. شوفوا خاوتي دركا انا مثلا كي بغيت ندخل برودكسيون دي برودوي كوزميتيك، يعني تصنيع مواد تجميل، هاد اللي هي فيمون حاجه كبيره ماشي حاجه سهله، وندير الماركه تاعي انا تاني ما كاش عندي راس مال. بصح شهوالك شو ما كاش دايره يدي على خدي، قاعده قارع شكون ولا قاعده حايره، خدمت على روحي نافيغيت على روحي كيفاش. شوفوا انا باريكزوم شيره، انا عبالكم كاع بلي قاريه الحمد لله يا رب، شادرت تعلمت لاكوافير، تعلمت خياطه، طاشر تعلمت حرفات ما يكملوش حرفات اللي تعلمتهم، تعلمت بروغراماس وطاشا قريت، قريت حتى اللي راسي عيا من القرايه. شوفوا راس مال لازم عليك تخدم شويه باش تلمه، واش في كيفاه، يا شوف يا شوف خدم اللي جات، يا اللي جات خدمها وقعد تلم ودير الراي، ماشي تايا تلم الدور وهذاك تروح تصرفه منه وتصرفه منه. الانسان اللي عنده هدف وحلم حقيقي باع حقه شغل هذيك نتايا عندك قش، ما تروحش تبع عليه هذوك صحابك اللي عندهم الماركه واللي لبسوا غايه وكل شيء، باسكو علاه هذاك الدورو حط دورو على دورو وتبني به المستقبل تاعك، باسكو علاه اليوم هما راهم يلبسوا خير منك، نتايا كي دير الراي تولي تعيش حياتك كامله خير منهم. شايفين كيف هذه بزاف ناس اللي مشي دايرينها في راسهم. حاجه واحده اخرى خدم اللي جات. شوفي انا يا باريكزومبل انا كي كنت نخدم كنت نخدم بيبليسيتي طاش خدمت صوالح بها 100 راس مال، خدمت خدمت بزاف، وهاد الصوالح ما كنتش نقولهم لكم بلي انا نخدم كذا ونخدم كذا ونخدم كذا، شغل ما كنتش نبين للناس، كنت باغي ندير شغل حتى نثبت لكم نفسي، كنت باغي نثبت نقول لكم فوالا راني درت ماركه، فوالا ها مالي البرودوي تاعي، انا انسان نجح درت اسم، باش عادك نعطيك باسكو تو انا يحقروا بالعين كي تجي تعطيه نصيحه، انت راك منيتك راك باغي تعطيه نصيحه يجي تقول لك شكون انت باغي تهضر معاه، شنو درت انت صبري عندها الصح، شكون انت باش تعطيني نصيحه، كنت ما تكونش داير حاجه ومحقق حاجه في حياتك ما تجيش تعطيني انا نصيحه. الحمد لله كي قدرت نحققها راني نجي نشارك معكم ليكسبيريونس تاعي وجي شغل الهدف تاعي هذا هو اللي يشجعكم. راني هضرت شويه بزاف بصح على غالب هذه امور لازم ننبهكم ليها، لازم كاين شي ناس ماشي منتبهين لها، خاطرش كاين شي ماشي كاع اللي راهم يشوفوا فيا مع انها يعرفوني من وده، كاين انسان بالك راه يشوف فيا دركا ولا انسانه هذا وشافتني شو ما تعرف عليه والو، تسمى اوبليج عليا نقول لكم هذه المعلومات باش كاع تكونوا كشو قاعد تكونوا في الصوره قاعد تكونوا عندكم نفس الفكره. الحمد لله يا رب. المهم حاجه اخرى التسويق قال لك دي هي شحال وحده انا تجي عندي. شوفوا راس المال قلت لكم ندير لكم فيديوهات نوريكم كيفاش دير راس المال، لا بغات ما عندك والو تسمى لازم عليك دير ابوني باش تتبع تبع لي فيديو الجايين. حاجه اخرى ناحيه تاع التسويق شوفوا شوفوا شغل انايا وحده من الصوالح بزاف اللي نغبنت فيها هي كيفاش نوصل المنتجات تاوعي ل 48 ولايه وكيفاش نوصل المنتجات تاوعي لطرونجي. وهذيك كنت مغبونه فيها منا 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 قدرت اني اليومين هذا قدرت اني نوصل المنتجات تاعي ل 48 ولايه وقدرت نوصل المنتجات تاوعي لطرونجي، يعني انا انسانه مصدره يعني راني نصدر. عقوه بالكم ان شاء الله يا ربي. وشبغت اني شوفوا انا في حياتي ما كاش ما عنديش كي كنت كومباطي في البدايه ما كاش انسان اللي ساعدني وشافي كيفاه،
وسي بور سا انا حبيت اقدم المساعده لهاد الناس. عماله الا تي عندك بروجي وعندك منتج معين وراكي حابه تسوق المنتج المعين تاعك، انايا مستعده اني نسوق لك المنتج تاعك. شوفي تروحي عند يوتيوبر اللي عندها غير 100,000 ابوني باش تسوق لك المنتج تاعك، يقول لك 10 ملايين على الاقل الفيديو الواحد ديه هي اختكم باه تعرفوا بلي راني باعت لكم صلاحكم، واني باغي نديروا ليد في اليد ونطلعوا النيفو تاع بلادنا ونوصل المنتج الجزائري للخارج. راني نقول لكم انا ندير لكم بيبليسيتي من عندي، ومشي غير كيما هكا راني شغل نوصل لكم المنتجات تاعكم. راني مستعده نوصل لكم المنتجات تاعكم ل 48 ولايه، هذه حاجه نقدمها لكم، ومستعده حتى اني نوصل لكم المنتجات تاعكم اللي تخرجي كم شايفين كيفاه. بصح شهواله دركا انايا باش ندير كاع حد الصوالح، حبيت اني ننظم هاد الامور باش نقعد بايزوم انايا عندي خدمتي وعندي حياتي وعندي دار وعندي منه ومنه، ونقعد في الروبله والناس تحكوا عليا ضربه واحده ومكاش، والناس كاع مقلقين باغي مصلحتهم. شدرت درت لكم واحد الموقع، هاد الموقع واش اسمه؟ اسمه algeriprodui.com. هاد الموقع معناها انت الا كتشوفي فيه هكا، الا كان عندك منتج ولا انت كان عندك منتج وحب انك توصل 48 ولايه، حاب دير له بيبي، حابني انا ندير لك بيبليسيتي، راح نحط لك هذاك المنتج في هذاك الموقع. كيف شايفين كيفاه؟ نحطها لكم في هذاك الموقع، والناس غادي يدخلوا يشوفوا المنتجات تاعكم ويديروا عليها الطلب، وكيديروا عليها الطلب انا نوصلها لكم وانا نخلصكم بزياده هذه. فوالا نتمنى كيما هكا، شوفوا اقسم لكم بالله صوالح اللي راني نعطيها لكم يكون انا لقيت الانسان اللي يساعدني كيما راني ساعد فيكم، كراني مانيش هنا كاع انا بوالو راني ندير وكون مانيش هنا كاع. المهم هذه هي هذا الموقع صنعت على جالكم نتوما، على جال اني نكمل الهدف تاعي في القناه اني نعطيكم دعم، باسكو عبالي باللي اصعب حاجه كيفاش تبيع منتج. بزاف الناس يكونتاكتوني يقول لي دي هي انا عندي ستوك راه قاعد لي مانيش عارف كيفاش ندير نبيع، شعامل وحدين يقول لي دي هي انا راني طايح في الكريدي، كاين ناس تسلفوا دراهم وداروا بروجي تاعهم من بعد كينا ما باعوا. زعما هذه فهم حاجه كبيره، ماكوش حاسبين بلي دير بروجي سي بون صاي، لازم عليك تعرف كيفاش تقوم كيفاش تجيري هذاك البروجي تاعك. اما لا على بها اللي درت لكم هذه الحاجه، نتمنى على الاقل انكم تقدروا المجهودات تاعي شويه. فريمون راني نتعب وراني ندير شغل، انا انسانه تاع خير راني ندير خير ماكسيموم وجافي كيف. نتمنى على الاقل انكم تقدروا هاد الصوالح اللي راني نديرهم على جالكم. هذه هي انا، شوفوا اليوم ماش باغي نطول عليكم الفيديو ونقعد نهضر ونبلبل ومن بعد كي تشوفه وتنعس جافي كيف. الى بصح بالي كاين بزاف ناس يملوا هاد الهضره شغل تسوى ذهب، اقسم لكم بالله ما كاش انسان ولا خليها ربي يصاي، خليها ربي كيما يقولوا. انا عبالكم غير هذيك العفسه تاع كاس نص داروا لي ضريبه، باسكو ما كاش عبالي باللي لازم عليا سوري روحي في الكاس نص، ما ما كاش عبالي بها طاش خلصت انا غرامات ماليه وخسرت بزاف دراهم على جميع معلومات ما عطاهم لي حتى واحد، ما قالهم لي حتى واحد. مانيش بغيتكم تخلطوا دراهم في صوره تاع شكيل، شايفين كيف هذيك اللي تخسرها في غلطه تافين ولا حاجه تاع شكيل، روح لمها وزيد بها، زيد بها ماشينه اخرى، خلي زيد بها خدام وخد اخر، دير بها عفسه في حياتك. المهم سيبو راني شرحت نورمالمون، راني درت اللي عليا في هذا الفيديو، شرحت لكم كيفاش تروح عند الاي نابي، شرحت لكم سجل تجاري، شرحت لكم الضمان الاجتماعي، وشرحت لكم ضرائب كيفاش تروح عند الضرائب، وراني قدمت لكم خدمه واخده اخرى اللي هي خدمه التسويق، وراني قدمت لكم خدمه واخده اخرى اللي هي خدمه اني نوصل لكم المنتج تاعكم في الجزائر كاع كيما دارت 48 ولايه وفي لترونجي. حاجه واحده اخرى، الا عندكم اي اسئله حبوكم روحوا الانستغرام تاعي، انا ندير نولي ندير على جالكم، نولي ندير لايف كي نشوفكم بلي راكم بزاف وتطرحوا عليا بزاف اسئله في لي كومونتير برك حبوكم تجونيش الخاص. ولا جيتي الخاص والادمين تاعي رجعت عليك وقالت لك بلي دي هي ما بقاتش ترد عليك، مشيت تزح فيه ومننا ومنين شويه، رحموا لكم في الارض يرحمكم في السماء. انا لا بنادم واحد ما بقاتش نقعد 1000 واحد، واش من 1000 واحد راه 100,000 هاك العقل بلي شعره عند ما قالتش لازم تحسنوا العون. شايفين كيفاه لازم تحسنوا العون، انا تا واحد ما يخلصني برا نعطيكم هذه المعلومات، انا راني نديرها لوجه ربي كيما انا راني نديرها لوجه ربي، نتوما ثاني عاونوني. فاش تعاونوني في لي كومونتير، روحي كتبي في لي كومونتير، مش تجي تبعثي لي رساله في الخاص. المهم هذه هي، تابعيني في الانستغرام نولي ندير لكم لايف خطر على خطر، نولي ندير لكم لايف نرجع فيه على الاسئله تاعكم، وكتبوا تحت لي كومونتير ثاني راح ندير الفيديو الجاي راح نديره نوري لك كيفاش تجمع راس مال من والو. يلا بغات عندك مصروف تاع الضاله بغات امك تعطيك 20,000 في السيمانه، نوري لك كيفاش تجمع راس مال كيما جمعته انايا، نوري لك كيفاش ثاني تقدر تجمع. سيبو راني درت اللي عليا وان شاء الله بربي كيما قال لك تكتب لي في ميزان حسناتي، ونحبكم بزاف والله اقسم لكم بالله راني متمنيه شغل ايوا الضو مالها.
نتمنى ان شاء الله بربي هذه الحاجه تكتب لي في ميزان حسناتي، ونتمنى وشوفوا هذا هو الحلم تاعي، شوفكم كاع ناجحين في حياتكم، كاع دايرين حاجه هكا. واذا في يوم من الايام جات في حياتك ما تنساش على الاقل تقول شكرا لدي هي ولا الفلانه كي يعرضوك في التلفزيون ولا يعرضوك في الجريده، قال واحده من الناس اللي حاب نشكرهم هي دي هي، دارت لي القلب، دارت لي الكوراج، جاي في كيف مرا. المهم ايه، حاجه واحده اخرى قبل ما نكمل الفيديو، عبالكم راني رحت وعاودت وليت باسكو تفكرت هذه كيفاش بايزون تقول لي دي هي هذا الموقع، انا كيفاش تحطي لي منتوجات التوعي؟ شوفوا ماشي حاجه كبيره، غادي في الانستغرام تاعي روح دير لي ابوني تما كتب لي تعليق بلي دي هي انا عندي منتج باغي نحطه، راح انا نعطيك الواتساب تاعي وراح نكونتاكتيك معاك. الواتساب اللي راح نعطيه لكم ماشي هو نفسه الرقم اللي راه محطوط في داك الرقم اللي حطيته في الانستغرام تاعي، خصيصا برك لخدمه الزبائن، الناس اللي يشروا لي لي برودوي تاعي ولا اللي يشروا البرودوي من هذاك الموقع. سينو قول لي بلي دي انا عندي منتج وانا راح نكونتاكتيك، ولا ادمين تاعي راح تبعث لك النيميرو تاعي وراح نحكي معاك انا شخصيا، مش راح نبعث لك اسيستونس تاعي وخد اخرى، ولا اللي عنده منتج انا لا راني نحكي معاك ونتواصل معاك. فوالا هذه هي وكما قلت لكم نتمنى ان شاء الله بربي تشحوا في حياتكم، ما تنساش دير لايك لهذا الفيديو باسكو كل ما نشوفكم ديروا لايكات نعرف بلي هذا الفيديو ينفعكم، وراني عارفه بلي راح ينفعكم لانه بزاف ناس حلم تاعها يدير ماركه ولا حلم تاعها يدير بروجي، وراني هنا انا شوف نهار اللي قلت لكم بلي نتوما العائله تاعي نتوما خاوتي خواتاتي ما قلتها لكمش بلسان، لازم عليكم تميزوا شكون الانسان اللي كيبغيكم بصح، شكون الانسان اللي جاي غير على جال لي زابوني، جاي على جال باه ينشهر، باسكو الانسان اللي يبغيك يعطيك الحاجه اللي تفيدك. وانا من البداية تاع القناه تاعي راني طعمويتها من 2014 راني نجبد، ما كاش الهدف تاعي الشهره باسكو اسهل حاجه في الجزائر هي تنشهر، انا شيره زعما نقدر ندير غير هاك راكم على بالكم في كل دقيقه تدخل عندي 100000 ابوني صح؟ لا ماشي هذه حاجه اللي بدايتها، انا عندي الهدف والهدف تاعي اني نساعدكم في حياتكم، شايفين كيفاه. المهم ما طولش عليكم، نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم، ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش ديري ابوني في لاشين تاعي، تابعيني في الانستغرام وفي لاباج فيسبوك تاعي، وما تنساوش تدخلي هذاك الموقع ضربي عليه طله، شوفي لي برودوي اللي راهم كاينين تماك، كيما راني حاطه هذوك لي برودوي كيما راح نحط لكم لي برودوي تاعكم بالتالي زعما. و فوالا اي حاجه نسيتها ولا ما نسيت والو، راني عارفه ما نسيت والو، بصح مستعده نرد على كامل الاسئله تاعكم. هذا القناه راح تكون خصيصا باش نساعدكم انكم تنجحوا في حياتكم، باش نساعدكم انكم ديروا بروجي تنجحوا فيه. نحبكم، تهلاو لي فرحكم، ومع السلامه. ايه حاجه واحده اخرى، دعوا لي ربي يقدرني، دعوا لي ربي يوفقني، دعوا لي ربي يسخر لي انسان الناس اللي يساعدوني كيما راني ساعدت فيكم. دعوه الخير هي راس مالي، انا انسانه مش بدعوه الخير، سما دعوا لي دعوه الخير. نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم. الانستغرام تاعي اللي قلت لكم تبعوني فيه، باغي زعما نحط لكم الصور، هذه الصوره التاليه، شوفوا الانسان اللي غادي تشوفها في الفيديو والانسان اللي تشوفه في الانستغرام. هذا هو الانستغرام تاعي، دي هي بيوتي، مع السلامه دي هي، وهذا عيني العميره وهذا عيني الكبيده يا عشقي الابدي راح نبدلوه دي هي .b.h يا ربي ندير لحد البوان اللي هنايا لا خليها نديرها ولا نخليها ولا ندير تيلو دو هذيك هادي ايوا احلام بيات ندير نقطه ندير نقطه هيا سيبو احلام بيات هذا هو الانستغرام تاعي اون فاي بروفيل اوريجستري ايوا هذا هو الانستغرام ايه نسيت حاجه واحده اخرى هادي تاني نبدلها احلام بي نقطة عش او ماي جود مش امنة صعيب مرحبا بالحياة الجديدة هذا هو الانستغرام تاعي اللي قلت لكم تابعوني فيه الاسئله تاعكم كامل حطوها لي في التعليقات بليز ماشي في الخاص يا نحبوكم لا بغيتو ربي في وجه ربي كما قال له ما تحطوليش في الخاص الاسئله وانما حطوهم لي باغ اكزومبل هذه التصويره حطوا لي هنايا الاسئله تاعكم ولا حطوا لي في اي وحده من هذه التصاوير اللي راني ديرتهم هنايا وانا راح نجاوب لكم على الاسئله تاعكم نحبكم بزاف تهلاو لي في روحكم وان شاء الله بربي يوفقنا نديروا كل ما فيه خير يا قلبي يا قلبي يا قلبي عبالكم هذه لحظة تاريخية في حياتي
وقيل راني في 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين وانا معروفة باسم تاع دي هي بيوتي. دركا راح نبدل الاسم تاع دي هي بيوتي ونرجعه احلام ب نقطة اش. احلام ب اش هو الاسم تاع كسمو، احلام هو اسمي الحقيقي وبي اش هو اللقب تاعي، يعني اللقب تاعي. اوه ماي جاد، اوه يا ربي مانيش مأمن عليكم. اوه استغفر الله يا ربي يا ربي يا ربي. ايوه احلام بي اتش، ايوه سيبو سيبو. نعاود نكتب لكم هنايا في البسيدو دي هي بيوتي. لا 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 انقلح انقلح، خليها احلام بي اتش. بدت الاسم القناة تاعي لانه يعني راني داخله في مرحله جديده من حياتي، وهذه الحياه جديده بايت في كل شيء يكون فيها جديد. باغي الناس يعرفوني باسمي مش اسم مستعار، لانه دي هي هو اسم الشهره تاعي. وانا يا راني حاب سيبو صار، راني قويه بما فيه الكفايه اني نواجه العالم بشخصيتي الحقيقيه ولا باسم الحقيقي بليتو. انا قاعد العب شخصيتي الحقيقيه، اسمي كنت بدلاتو. ايام مبروك علينا تبدلنا الاسم تاعنا. بدلت صار، يا ربي يا ربي يا ربي بصحتنا. واو مش مأمنة. ما غادي دركا نحل يوتيوب خرج لي واو مش مأمنة عبالكم. واو مانيش مأمنة بلي بدلت اسم القناة تاعي، حياتي كاملة وأنا معروفة باسم دي هي بيوتي. أيوة دنيا مبروك علينا خالتي الحياة الجديدة. دعوا لي ربي يوفقني، دعوا لي إن شاء الله بربي يكون معايا ويكون معاكم، ديروا حاجة شابة في هذه الدنيا. هذا هو الجزء الثاني من الفيديو. شوفوا هذا الموقع راني عييت عليه بزاف وخلصت عليه بزاف دراهم وخدمت فيه المهم عييت عييت وانا ندير لكم فيه. شوفوا كاين هذا الموقع وكاين ابليكاسيون. هاد الموقع والابليكاسيون اللي راني نصنع لكم فيها واش دير، واش الهدف تاعها؟ الهدف تاعها زوج صوالح. الحاجه الوحده، الحاجه الاولى انه هاد الموقع يجمع كامل الماركات الجزائريه، العلامات الجزائريه والمنتجات اللي تباع في الاسواق الجزائريه. الهدف من هاد الموقع انه كاع الناس اللي عندها ماركه في كامل المجالات، علامات تجاريه مسجله، اني نجمعهم ونحطهم في هاد الموقع ونبيعوها لكامل العالم، يعني في الجزائر وفي العالم. في هاد الموقع واش ندير لكم؟ نمنحكم اني اللي كيما كنت نقول في الفيديو، اللي عنده مشكله في توصيل المنتجات لكامل الولايات نساعده انه يوصل المنتجات تاعو في كامل الولايات. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، اللي عنده مشكله في تسويق المنتج تاعه نساعده انه يسوق المنتج تاعه لما نحطهم له في هنايا، يعني المنتج تاعك نحطهم له في الموقع. زائد على هذا اني نحكي عليهم في الفيديوهات، نحكي عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي تاعي كاع كيما دايرين. المهم دركا راني فهمتكم انه هذا الموقع الهدف تاعه انه اللي عنده ماركه نجي نحط له المنتجات تاعو هنا ونسوقها له ونوصلها له ونعاون ونتعاونوا ونديروا اليد في اليد. دركا باغ اكزومبل هذا الموقع اش راني حاطه فيه حد الان؟ شوفوا راني حاطه فيه بزاف صور، مكملات غذائيه، لوازم، صور للاطفال، راني حاطه فيه بزاف صور. بصح شو ولا مانيش حاطه كل شيء، مازال كل مره راني نزيد حاجه. الله غالب انتوما زيرتوني بزاف وماك راني تحفتها لكم اكثر من هكا. كي زيرتوني قلتوا لي دي هي ما راناش قادرين نصبروا على الفيديو، دي هي حطينا الفيديو حطينا الفيديو، راني حطيتها لكم. بليز تابعوني في الانستغرام ولا باش من بعد كينا نزيد نوريكم باقي التفاصيل. واش راني حاطه فيه؟ راني حاطه فيه العقده اللي حكيت لكم عليها ودرت لكم فيديو خاص على هذه العقده بلي تعالج فقر الدم وتزيد في الوزن، يعني اللي حابه تسمن من اللي قلنا بلا ما نقولوا باع. هذه العقده مليحه بزاف، بتشوفي لاطاي تاعي كي ولات، روحي للانستغرام راح تشوفي لاطاي تاعي كيفاش كانت وكيفاش ولات. زيد واش راني حاطه؟ راني حاطه هادو لي برودوي تاع لي كوزميتيك. هاد لي برودوي لا مارك تاعهم هي دي هي كوزميتيك. دي هي كوزميتيك هادي ما راهيش لا مارك تاعي، انا معروفه في مواقع التواصل الاجتماعي باسم تاع دي هي بيوتي والناس كامل يعرفوني بدي هي بيوتي. بصح هادي دي هي كوزميتيك هي ماركه جزائريه وما هيش الماركه تاعي، بصح لي برودوي تاعها هايلين صراحه. واو فريمون واو. شوفوا باريكزومبل لومبالاج تاعهم تحفه،
حاجه فريمون تاع لوكس، فريمون حاجه تاع لوكس. هاد المنتجات تشرح بربي، راح ندير لكم فيديو نشرحهم لكم منتج بمنتج، نشرح لكم طريقه الاستعمال، نوري لكم بزاف صوالح عليهم، يعني نشرحهم. شوف واو، يادرا يادرا فريمون حاجه تحفه. يستغل لومبالاج كي شباب وكل شيء. ها شوفوا كي تدخلي بار اكزومبل، كي تدخلي للبرودوي راح تلقاي كيما هكا، غادي تهودي هنايا تلقاي كامل التفاصيل مكتوبه بثلاث لغات، يعني كامل الحاجه اللي تحتاجي تعرفيها راح تلقاها كيما هكا. نقولوا مثلا انت عجبك المنتج وحبيتي انك ديري كوموند على هذا المنتج، واش ديري؟ هنايا كاتبين اضغط هنا لطلب المنتج، تدركي لهنايا تخرج لك هذه القفه. كي تخرج لك هذه القفه راه فيها كامل المنتجات اللي درتي عليهم الطالب. سي بون، قولوا باريك زوما كي داير على العقد، راه كي داير على هاد ديامون ايز، ديامون ايز فريمون روعه. المهم نكمل لكم، كاين باريك زوما منتجات العنايه بالبشره، هادو فريمون يعني شوفوا من بعد ندير لكم فيديو نحكي لكم بالتفصيل فريمون، باسكو البري تاعهم فريمون حاجه سامبل، يعني بري تاعهم رخيص بالبزاف مي هايلين. كون تشوفوا هادو فاصل صفر صفر، شحال من وحده تسقسيني تقولي لي هادي كيفاش تقرا باريك زوما هاد الرقم، هذا ما يقراش 3 ملايين يا عينيه يا العزيزه ديالي. كي تشوفي الفاصله رقم الصفروات اللي مر الفاصله ما يقروش، معناها هذا 30000، يعني بالدارجه باللغه العربيه 300 دينار جزائري، وبالدارجه تاعنا 30000 20000 و10000. هنا حاطين صالح تاع لي بيبي، شوفوا شحال هايلين يا عمري، شحال نحب صالح تاع الاطفال، نحبهم بزاف. اللي كيدي البلوزه من سوج تاع اطفال، ايه البنات العرايس راني درت لكم جهاز تاع العرايس، راني درت لكم طاقم الحمام، شوفوا طاقم الحمام فريمون روعه. ادخلي له شوفي باغ اكزومبل كيما هكا، كي تدخلي له عليكي هنايا شوفي، كي تدخلي باغ اكزومبل هنايا راني حاطه لكم صور هنايا، تدركوا في هذوك الصور اللي صغيره وراه يخرج لكم كامل التفاصيل. اوكي نعاودو نرجعو، راني حطيت لكم حتى كتب، يعني شوفوا كاين واحد الانسان انا عزيز عليا بزاف، لي فيديوهات تاعه نبغيهم بالبزاف، اللي هو المتمرد. نتمنى تكونوا متبعين هذا الانسان، لانه فريمون الكتابه تاعو واو بزاف بزاف، لي فيديو تاعه هذا هو الكتاب تاع المتمرد. هذا الانسان روعه، هذا الانسان عبقري في الكتابه صراحه، هذا هو الكتب تاعه. على فكره الكتب تاع المتمرد كاع النسخ اللي راح ينباعوا من هاد الموقع هما نسخ موقعه، معناها هو اون بيرسون راح يسني لكم عليهم وراح يكتب لكم هكا رساله لكم واحد فيكم شرا من الكتاب تاعه. فوالا هذا هو الكتاب تاعه، وان شاء الله بربي راح ندير لكم فيديو نحكي لكم على هاد الانسان، نحكي لكم على الكتاب تاعه باسكو الكتابه تاعه فريمون روعه. هادي نبدا عليه على يعني كامل راح يتحبوها كتعرفوهم. نزيدو واش كاين؟ كاين تجهيزات العروس، البلاي يبغوا البلايز، المنسوج، المنصوريه يبغوا. شوفوا العرايس هما لا صوالح تاعهم تجهيزات العروس، مازال نوري لكم بزاف بزاف صوالح ان شاء الله بربي، مازال هذا الموقع تحفه اكثر واكثر. فوالا شوفوا شحال هايله 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 بالبحث، البري تاعها زعما بري ريزونابل، يعني فريمون البري ما عندك ما تقولي في ريزونابل بزاف. بس نزيد تحفها لكم اكثر، غير غالب سمحوا لي خاوتي، انا انسانه عندي بزاف ضغوطات عليا ويحكم لي القلق تالمو، بزاف ناس يقعدوا يقرعوا مني، كاع الناس يقرعوا كل شيء، الف واحد واحد يقرع مني الف حاجه وحاجه، سي بور ساك شغل ما نقدش، انا انسان واحد ما نقدش ندير كل شيء. ايه نكمل لكم بايزوم، نقولوا انت راكي درتي الطالب، راكي بايزوم درتي الطالب، دركا كيفاش تشوفيك؟ تشوفي هاد السله القنوحه هنايا، هادي كدركي عليها يخرجوا لك كاع المنتجات اللي كيدير عليهم الطالب. باريكزوم انايا نقول باغي نشوف المنتجات، كي تدخلي فيها راح تشوفي المنتجات. كيفاش ديري الطالب على المنتجات اللي راهم هنا؟ كيما راك تشوفي فيهم تخرج لك صفحه كيما هكا، ديري الباني هذا، ايه بايمون قلت لك باني، ديري بايمون هنايا تخرج لك صفحه كيما هكا. هاد الصفحه راح تكتبي فيها الايميل تاعك باغ اكزومبل، هاولا برينو هاولا، خرج لي اللقب تاعي. المهم غادي تكملي كامل هاد المعلومات اللي راهم هنايا وديري كونتينيو، وتكملي هنايا كونتينيو كونتينيو حتى اللي تكمليها، وتاكدي باللي راكي كاتبه رقم الهاتف نيشان، وراكي لازم تاكدي بلي راكي كاتبه رقم الهاتف وراكي كاتبه العنوان تاعك باش يعيطوا لك في رقم الهاتف، يعني رقم الهاتف جد مهم. لا ليفريزون 40000، 40000 شنو معناها؟ ماشي معناها كل منتج 40000، لا لا 40000 على كامل المنتجات، يعني لا كنتي دايره 10 منتجات ولا منتج واحد ليفريزون وحده، فاهمه كيفاش؟ هذه هي حبيباتي، هاد شوفوا هاد الموقع
كاين حاجه اخرى زياده غادي نقولها لكم دركا، بالك ما قلتها لكمش، بالك نسيت نقولها لكم ولا، واللي هي انه هذا الموقع ان شاء الله بربي من بعد كينا راح نساعدكم انكم تلموا راس مال عن طريقه. اوكي، يعني كل وحده فيكم شريت منتج ولا هذا المنتج تحكي عليه بار اكزومبل في الكسمو في السوشيال ميديا راح نعطيها كود. واش معناها؟ ومعناها ما غاديش نقول لكم واش معناها دركا، المهم تبعوا لي فيديو التوعي وتبعوا دخلوا في هذا الموقع شوفوه، باسكو في الفيديو الجاي ان شاء الله بربي ولا اللي موراه نوري لكم كيفاش راح كاع كامل ان شاء الله بربي نفيدكم من هذا الموقع. المهم نتمنى نكون فدتكم ماكسيموم، نتمنى ربي يوفقني هذا السيت اللي تعبت عليه، نتمنى ربي يوفقني باش يعني باش هذا الموقع يوصل بعيد، باسكو راني حابه كاع للمارك الجيريه كاع نلمهم هنايا نديرو في اليد في اليد، نوصلو السلعه تاعنا، نديرو حاجه تشرف بلادنا، حاجه بروفيسيونيل، حاجه يعني حاجه هامه، راكم شايفين كيفاه. المهم نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم، كانت معكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا، وما تنساش تتابعوني على السوشيال ميديا.